وافق مجلس الشورى على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس. وأكدت لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي في تقريرها أن المجلس يستشعر عظيم الشرف لما تحظى به السلطة التشريعية لدى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من بالغ العناية وسابغ الرعاية. وأشارت اللجنة أن الخطاب السامي جاء ليبين بجلاء أهم الإنجازات الوطنية التي تحققت على أرض الواقع في العديد من المجالات. هذا وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2017، وكذلك تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2018، حيث قرر المجلس إعادة تقريري اللجنة للمزيد من الدراسة. المجلس اليوم طبعا ناقش تقرير اللجنة المالية، وفي نفس الوقت ارتعى أن نعيد النظر في بعض الملاحظات التي أدت بها اللجنة المالية فيما يعني يعكس فعلا الدور الإيجابي الذي يقوم بمجلس إدارة والإدارة التنفيذية لمجلس احتياطي الأجيال القادم. وفي نفس الوقت اليوم طبعا احنا نجني ثمار ما تم يعني إرادة من قبل مبيعاتنا من النفط الذي يصدر إلى خارج البحرين بما يفوق سعر البرميل 40 دولار، وتم الاستفادة من عوائد هذا الصندوق للأمور الطارئة كما حدث في الظروف الاقتصادية الغير طبيعية في 2020. اليوم احنا لما جئنا وعطينا تقرير اللجنة إلى المجلس بالحساب الختامي لأجيال القادمة، جئنا بنوع من الملاحظات اللي هي طبعا لا تنتقص من الدور اللي يلعبه صندوق، وفي نفس الوقت العائد الذي يمكن أن احنا نرى أن يكون إن شاء الله دائما يتماشى مع المردود المتوقع على المستوى العالمي.